السلام عليكم بنات، عواشركم مبروكه بصحه وسلامه وطول العمر. ان شاء الله يدخل علينا هذا رمضان بصحه وسلامه ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين كي كيقولوا. كما كتشوفوا هذا النهار غادي نصوب معكم هذا السلو هذا. الا كنتي اول مره كتشوفوا لاشين ما تنساوش ابوناو وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم، وما تنساوش لي جيم تاعهما. كما كتشوفوا السفوف اولا سلو كل واحد كي كيسميه يعني غادي نصوبوه بطريقه واضحه ومفسره. بون كما كتشوفوا كنشد اللوز كنفركوا الكميه اللي بغيتي. بطبيعه الحال انا هنا تقريبا عندي شي كيلو ونص ديال اللوز، يعني كل واحد وعلى حسب الكميه ديالو على حسب يعني جيبو شحال ما قديتي. كل ما كان القوام كثر كيكون احسن، كثر من الطحين كيكون احسن. وكلها وجيبو بطبيعه الحال. كما كتشوفوا من بعد ما كيبرد ليا شي شويه كنقليه كنطحنو، يعني باندو طروا يعني ما طحنوش بزاف باش يبقى القوام باين. وتا لا دازت لكم شي وحده مطحونه يعني طحن لكم اللوز بزاف خليو يعني شويه ما مطحونش. كما كتشوفوا انا عندي هذا السطل هذا فيه الجنجلان مطحون لتحت، عندي الجنجلان في الوسط ما مطحونش يعني ما مطحونش، خليته هكاك صحيح باش يجيني باش يجي باين. وعندي فوق اللوز كما كتشوفوا يعني ضروري الجنجلان نفس يعني كيتغسلو كيتنقى. نسيت ما صورتش معكم الطريقه ديال كيفاش كيتغسل. وصافي كنحمروه عادي كنقيوه بطبيعه الحال وكيتحمر وكيطحن شويه. نص الكميه طحنوها ونص الكميه خليوها صحيحه باش تكون باين لكم في السلو. هنا كما كتشوفوا حيت الكميه التحتانيه طحنتها بزاف فهذه حاولت نخليها يعني فيها طريفات هكايا. هاد الكحل البنات حاولوا تحيدوهم حيت كيكون فيهم مذاق خايب ومر. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كتشط لنا ديك الزيت اللي كنقليو فيها اللوز ديالنا، ومن الاحسن اللوز باش يجيكم مقرمل قليوها البنات في زيت بارده. وخديت زليفه ديال الزيت البلديه خلطتها مع ديك الزيت باقا سخونه باش غادي نرون بها. هنا كما كتشوفوا عندي حبه حلاوه مطحونه، عندي هنايا عندي تما مسكه حره مطحونه مع السكر باش ما كتبقاش محبه لكم وكطحن مزيان. عندي هنا النافع بلدي صوبته يعني مصوبينو على يدينا. هنا داك القوام بعد ما طحنته اللي خليته صحيح خليته اللي طحنته مزيان طحنته باش يجيني باين القوام في السلو. وعندي سكر كلاصي والقرفه ضروريه حتى هي، ومن الاحسن تصوبوها على يديكم. هنا الطحين البنات حمرته كما كتعرفوا دابا ما عندناش كنديرو نخرجو فحمرته غير في الكوكوت، يعني حمروه بقى مقابلينو هكا كيجي هكايا ماغون هكايا بحال هكا. وصافي ديك الساعه طفيو عليه وغربلوه وعاد خدمو بيه حيت كيكون مكور شي شويه. صافي هنا كما كتشوفوا كنديرو جوج معالق جوج معالق جوج معالق من المكونات اللي قلت لكم في الاول اللي هما القرفه والنافع وحبه حلاوه ومسكه حره اللي مطحونه مع سنيده. كما كتشوفوا كندير المكونات لي ساك يعني اللي ناشفه، وعاد كنزيد عليهم المكونات اللي جاريه. صافي هنا كنزيد داك اللوز ديالي. كما قلت لكم هذوك الكحول حاولوا تحيدوهم حيت مذاقهم تيكون خايب. صافي كنخوي القوام. كما كتشوفوا انا راني درت تقريبا تمايا كيلو ونص ديال الطحين، اللوز درت كيلو ونص وكيلو ونص ديال الجنجلان، ودرت نص كيلو ديال الكاوكاو ما وريته لكم شي ملي حتى هو عادي كيتحمر كيتقلى وكيتفرك بعدا وكيتقلى. صافي طحنته حتى هو معاهم يعني ما خليتوش صحيح، خليت طريفات اللي صحاحين ديال اللوز باش نديكوري بهم من الفوق. وقبيصة الملحه ضروريه البنات ضروريه ومؤكده ما تنساوهاش. كما كتشوفوا ماما كتصوبوا، حاولوا تخليوا لها شي كومونتير زوين. قلت لها تهضر ساعة ما بغاتش حشمات زعما. المهم البنات كما قلت لكم كنحاولوا نخلطوا ديك الشيء اللي ناشف باش كيتخلط لنا السكر كلاصي وكيتخلط لنا اللوز كيتخلط الجنجلان كيتخلط ديك القرفه وديك الطبقي كامل كيتخلط مزيان. وعاد كنزيدوا ديك الزيت، ديك الزيت بطبيعه الحال خاصها تكون دافيه. وكما قلت لكم زدت معها زلافه ديال زيت البلديه. انا البنات الجراماج هنا يعني راني دايره تقريبا راه كبير، راه عطاني تبارك الله كميه وفيره. بالنسبه ليكم لو بغيتي ديروا كميه قليله
اولا تبدلوا من الجرامر دلوز ولا كاوكاو ولا جنجلان، يمكن لكم. انا غير عطيتكم الطريقه كيفاش وكيفاش كنصوبوه، صراحه كيجي غزال ومذاق زويون صحي يعني مزيان لرمضان مزيان صراحه بغينا ناكلوه من دابا كان ما غاديش نلحق رمضان كاع اصلا كنذوقو يعني لا فامي وهذاك يعني ضروري كيجي شي واحد ضروري ما تحطيه ما عندك ما دير. صافي كما كتشوفوا الزيت البنات زيدوا بشويه بشويه عندكم تمشيو بزيتوه، حيت لا زيت راه ما انا بعدا ما كنحملوش مزيت تعجبني بقى هكاك مرمل. اللي بغات البنات تزيد العسل اللي يمكن لها تزيدو، انا ما درتش العسل ودرته ناقصه في السكر، يعني الا كانت عسل حره واخا ما هي ديك العسل العاديه فمن الاحسن بلاش كاع. كما كتشوفوا فاش غادي يبقى يتجمع لكم هكا بيديكم عرفوا راه صافي ما تزيدوهش وحاولوا دليك. انا راه تقريبا راه ماما شي 15 دقيقه وهي كتقد لكم باش ديك المكونات كتجانس وشي كيدخل معاشي. صافي كما كتشوفوا من بعد ما سالينا دريسيتو في واحد المول ودرتو هكا وديكوريتو بطبيعه الحال ديكوري كما بغيتيو، غير كانت بريزونطاسيون خفيفه ظريفه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، هادو هما اهم النصائح اللي يمكن لي نقول لكم. نصيحه واحده اخرى، حاولوا تحتفظوا بيه في الثلاجه من الاحسن الا ما كانش عندكم لا سباس ماشي مشكل. المهم هذا وصلنا لنهايه الفيديو ديالي، خليت لكم الراحه وما تنساوش ابوناو كي قلت لكم. باي باي عليكم، تهلاو في راسكم.